محمود الجهري اداني 40 تذكره انا والرابطه اللي معايا الساده القرار، يعني كنت بتعامل معاها. فديت عينت التذكره دي ذكرى، كان بكام؟ ب 2 جنيه. الله عليك. يا دمير المحلة، انتوا عملتم كم سنة دلوقتي؟ يعني تشجيع مثالي، يعني صعب على اي نادي بيخش الدخلات ديت وبالروح اللي انتوا فيها ديت، غير الاهلي والزمالك. فاشكركم على تعبكم السابق وفي الدوري العام، الحاجات الحلوة اللي كنتوا بتعملوها، وان شاء الله بنفس ربنا وبنفسنا كلتنا ونحب بعض وقلبنا على قلب بعض ان شاء الله، وتسند خالد عيد وغزل المحله وكيان الهرم ده مسنده، واخد بالك؟ وان شاء الله سنه وهنصعد وهنرجع، كل واحد يروح يشجع بقى الكيان الكبير غزل المحله في الدوري العام. وبتمنى من ربنا يا ربنا اعيش لحد ما اشوف نادي المحله ده في الدور العام يا رب العالمين، واكرم غزل المحله يا رب. طول عمره يعني ايه واحنا في الدور العام ما كانش بيبخل علينا باي شيء، يعني من الرحلات والتذاكر. المهم رحنا شبين، دخلنا شبين بالطبل بالهيصه بالاتوبيسات بتاع، نزلنا حوالين الملعب مش لاقيين اي باب مفتوح او اي حاجه. اتصلنا بالمسؤولين من جمهوريه شبين، احنا عايزين ندخل، قال ما عندناش امر بدخولكم. ازاي يعني نجم المحله يعني نقف في الشارع وشباب بقى له عقليات لوحده؟ فقلت له ما ينفعش وجود الشباب ده من غير ما يخشهم هيجنوا هيجنوا. قال لك ما عندناش امر بدخولكم. طب ما هو الامر ده كان قبلها بيومين ثلاثه بلغوا المحله اداريين المحله ان مش هنسمح لاي حد من المحله، من هنا مش هنسافر، انما تسيبونا لحد ساعتين ونص لحد جمهوريه شبين. يعني ايه اللي حصل معاك في المشهد؟ ما هو الكلام مشهد القفز عن السور جاي الكلام بيجيب بعض، فهم دولت مش عارفين يخشوا. فالجمهور اتفق مع بعضه بقى، قال لك هنط من السور، هو سور ارتفاعه 5 متر. فبقى يمسكوا في ايد بعض ويشيلوا بعض وبعض وبعض، شباب بقى وبتاع، وبقى ينطوا الملعب، ينطوا كل ده واحنا واقفين في الشارع، الكل طلع مفيش الا اني. فصعب عليا نفسي، بس غصب عني السن ده 83 سنه نط ازاي ولا كده؟ لقيتهم هم حسوا انني مش جوه معاهم. لقيت في مجموعه نطه تاني جت الشارع وانا واقف، قال لك احنا جايين نشيلك نشيلك نعديك الصور. قلت له شيلوني ازاي؟ ده مخطر، لا يحصل لي حاجه يعني العمر ده كله واجي اموت في شبين؟ لا سيبونا عدوني بالموضوع ده. قال لك مش هنسيبك عشان انا الاب روح الطحن. فالمهم بقى اللي وطى ظهره ادوس على ظهره، والتاني استلقاني والتالت يمسكني في الصوره ديت لحد ما طلعت على صور. لقيت واقف في سيخه اللي هو قال لي اطمن يا عم محمد، وانا بطمن المجموعه دولت انهم يحافظوا عليا عشان انا بحبهم بطمن لهم. فهو اللي شجعني واقف في سيخه وهو واقف فوق زي عسكر المرور، قال لك تعالى بقى. المهم وصلت الوقت في سيخه قاعد فوق مسكني على بطني وقعد بقى. الجزء الثاني بقى لما هنزل بقى على الملعب ازاي، لقيت مجموعه مستنياني تحت داخل الملعب جوه تحت مني، قال لك احكي نفسك يا عم محمد، ما تخافش يا عم محمد، انا شفتهم مين ومين 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 ومين، انا مربيهم واخد بال سيادتك، بس دي مخاطره، بس اللي بتهني كله افكر في مكسب غزل المحل، عايز اكسب المحل. لا يا رب اكرمنا يا رب، فاني صحيح في المحل يا رب في الشده اللي انا فيها، واني متعلق بقهم معاهم على الصوت.
اكرم فريق المحل، رجعنا مفطرين من خطر يا رب، فالرحمة يا رب من عندك يا رب، واحفظني يا رب، فربنا كرمني. واخد بالك معايا؟ عشان محمود الجهري اداني 40 تذكرة انا والرابطة اللي معايا السادة القرية، يعني كنت بتعامل معاها، فديت عينت التذكرة دي ذكرى. كان بكام؟ ب2 جنيه. الله عليك. قصة الخطيب قربها شوية. أنا والخطيب كان الأول في السبعينات برضه كنت بجيب إقفاص حمام. النادي الأهلي جاي لما غزل المحلة في المحلة، كنت بجيب قفص للنادي الأهلي وقفص لغزل المحلة، وكنت أنزل آخد تسريح من الأمن عشان أنزل بالإقفاص. كنت بسلم الخطيب حمامة محبة السلام ما بين محبة علاقة النادي الأهلي ونادي المحلة. تمام. ده طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل. ودي بنيلة المنتخب 3 خطوط أحمر وأبيض وأسمر. ما شاء الله. والكابتن خرشي حارس مرمى غزل المحلة. هو اللي كان واقف قدام كابتن طه اسماعيل. هو في المنتخب بس قالوا له أقف مع المحلة. كابتن حسن شحاته. حسن شحاته ده سرادة انا وهو قرب والمشاهير. اول صح، انا وحسن شحاته دي بقى احتزال الكابتن محمد السيادي في المحله. فجه لعب برضه شوط. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عضو رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه. صدق الله العظيم. الحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا الوحيد والصمد للعظيم والعظيم والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نهلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.